أخبار من الحدث. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل الملف الإيراني والتحديات الإقليمية. القاذمي يعلن القضاء على ما يسمى بولي بغداد الداعشي أبو ياسر العساوي في عملية أمنية بكركوك. نازل لموت بشرف ما لعيش بقرب. يكفي فقر، يكفي جوع، شعب اللبناني قلبه موجوع. الهدوء يعود إلى طرابلس بعد ليلة رابعة من المواجهات أحرقت مبنى البلدية والسرايا. أجدد تحياتي لكم عبر قناة الحدث، فأهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة نبدأها بآخر الأخبار، حيث بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي زيارة إلى إسرائيل. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ماكنزي سيلتقي مع وزير الدفاع بني جانس صباح اليوم مع مسؤولين أيضا آخرين. ومصادر إسرائيلية أوضحت أن ماكنزي سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين الملف الإيراني والتحديات الإقليمية الأخرى، كما تهدف الزيارة التي تستمر ليومين اثنين لإجراء تقييم استراتيجي وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة. في الأثناء دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس نظيره الأمريكي لويد أوستن إلى ضرورة التصدي للنشاط الإيراني، وشدد جانس خلال اتصال هاتفي على ضرورة صياغة سياسة فعالة ضد إيران. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام بلاده بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي القضاء على من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العساوي في عملية استخباراتية نوعية. وقال القاذمي في تغريدة له على تويتر: شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل. تأتي العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد يوم الخميس الماضي. في مداخلة مع قناة الحدث أكد الفريق أول عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أن التنسيق عال مستوى، وذلك بين جهازي مكافحة الإرهاب والاستخبارات، والذي أدى إلى مقتل والي داعش. هذه العملية جرت بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات، حيث حصلنا المعلومات نحن متابعيها منذ فترة. وكون هذا الوالي ما يسمى بوالي العراق وهو نائب ما يسمى بالخليفة، كان يتردد إلى هذه المنطقة بين فترة وأخرى، إلى أن وردتنا المعلومات بشكل كامل بتواجده في هذه المنطقة. تمت هذه العملية ليلا بإنزال قوة مدربة من جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من طيران القوة الجوية والتحالف الدولي، وتم الإنزال والاشتباك مع هذه المجموعة وتم قتل جميع العناصر المتواجدين، وكان على رأس القتلى هو ما يعرف بوالي العراق الملقب بأبو ياسر.
طلب القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد مايلز كلا من تركيا وروسيا بالبدء فورا في سحب قواتهما من ليبيا بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة. وقال مايلز في اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا أن الإدارة الأمريكية تطالب كل الأطراف الخارجية باحترام السيادة الليبية وإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا فورا، كما طالبت غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واحترام حظر الأسلحة. عاد الهدوء إلى طرابلس شمال لبنان بعد ليلة رابعة من التظاهرات الاحتجاجية، حيث شهدت أعمال عنف واشتباكات مع الأمن وأيضا حرائق طالت مبنى بلدية طرابلس. حرق مبنى البلدية الآن بالكامل، حرق مبنى البلدية الآن، البلدية كلها بتحترق من جوا. حرق مبنى البلدية الآن بالكامل، حرق مبنى البلدية الآن، البلدية كلها بتحترق من جوا. وفي أول تعليق على أحداث طرابلس اللبنانية، قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيان إن ما حصل في مدينة طرابلس هو جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وأحراق مؤسساتها وبلدياتها والاحتلال شوارعها بالفوضى. وأضاف الحريري أن الذين أقدموا على أحراق طرابلس هم مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش، ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها. وختم الحريري بيانه بالقول إن طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين ولها شعب يحميها. في الشأن التونسي، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالجرجاني وجهت رسالة إلى رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد إلى القصر الرئاسي بقرطاج. وأضاف الدالي في تصريح له أن الإدارة الفرعية بالجرجاني تنتظر الرد على المراسلة لإجراء الاختبارات الفنية على الظرف. وكان الدالي ذكر في تصريح سابق إلى أنه تم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني بالبحث بخصوص هذا الموضوع. في السودان، قدمت قوى الحرية والتغيير 51 مرشحا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للاختيار بينهم للحكومة الجديدة، كما قدمت أطراف العملية السلمية مرشحيها للوزارات السبع، فيما أعطى حزب الأمة 4 وزارات إحداها سيادية. الرابع من فبراير موعد تشكيل الحكومة الجديدة في الخرطوم. الطريق إلى الحكومة الجديدة لازمه الكثير من التباينات في وجهات النظر بين مكونات الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير، تتركز في كيفية المشاركة ونسب التمثيل بين الكتل السياسية من جهة وشركاء السلام من جهة أخرى، أدت إلى انسحاب ممثلي القوى المدنية من اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير بسبب بعدها عن معايير الاختيار المتفق عليها مسبقا. أعتقد كانت هناك أسباب موضوعية لهذا التأثير، أخير منها عمليات التدقيق اللازمة للوصول إلى كفاءات وجدارات يمكن أن تكون على قدر المسؤولية في الفترة القادمة، خصوصا بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت أداء الجهاز التنفيذي في الفترة الماضية. هنالك تقدم الآن، نتمنى التقدم ده أن لا يكون فقط في التوزيع السلطة، ولكن في الأولويات التي تخدم الشعب وحل الأزمة الاقتصادية وإكمال السلام وإكمال أهداف الثورة وإزالة التمكين. هذه هي القضايا الرئيسية. ارتفاع نبرة الاحتجاجات في الشارع بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وعدم حسم ملف الحكومة يضع شركاء الفترة الانتقالية أمام تحدي صعب. هنالك شلل كامل الآن انعكس
على الشارع مما قاد إلى هذه التظاهرات. ليس هنالك من مخرج للخروج من هذه الأزمة سوى بتشكيل الحكومة وأن ترتقي القوى السياسية إلى تطلعات الشارع وأن تبتعد عن عملية المحاصصات والنظرة الحزبية الضيقة للحصول على أكبر قدر من الوزارات. أخيراً، تضع قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام قائمة المرشحين على طاولة رئيس الوزراء ليختار منها من يراه جديراً بإعادة الأمل للشارع المحبط من الأداء الحكومي، خاصة في الملفات الاقتصادية. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. أعربت أسر صومالية عن قلقها تجاه مصير أبنائها الذين أرسلوا إلى أريتريا في مهمة تدريب عسكرية بعد انتشار أنباء حول جلب هؤلاء المجندين إلى إثيوبيا للمشاركة في القتال الدائر بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيغراي. قلق بات يساور عائلات صومالية أرسلوا أبنائهم إلى إريتريا في مهمة تدريب عسكرية بعد أنباء بأن هؤلاء المجندين أقحموا في الحرب الدائرة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيغراي في شمال إثيوبيا المجاورة. شريف علمي واحد من آباء يبحثون عن مصير أبنائهم. يقول الأب المكلوم إن آخر اتصال مع ابنه كان قبل نحو عام ونصف عندما أخبره أنه في المطار ولا يعرف وجهته، مطالبا الرئيس الصومالي بالكشف عن مصير ابنه. ابني الياس مفقود منذ فترة، أريد أن أعرف أخباره، لا أعرف إن كان حيا أو ميتا. نريد من الرئيس عبدالله فرماغو أن يكشف عن مصير ابني. ولدي مفقود منذ 15 من شهر أكتوبر عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه أي خبر. وخلال الأيام الأخيرة انتشرت تقارير تحدثت عن جنود صوماليين شاركوا في الحرب الدائرة في إثيوبيا، ما دفع لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشعب الصومالي إلى إرسال خطاب للرئيس الصومالي تضرب فيه توضيح عدد الجنود الذين أرسلوا إلى إريتريا ومصيرهم. ويؤكد عبد السلام جوليد الذي شغل منصب مساعد الرئيس جهاز الاستخبارات الصومالي سابقا مشاركة قوات صومالية في الحرب هناك. أولا، هناك حقيقة جلية هي إرسال جنود صوماليين إلى إريتريا للتدريب، وعندي معلومات تشير إلى مشاركتهم في تلك الحرب ومقتل بعضهم خلال المعارك. لكن الحكومة الصومالية نفت وفي أكثر من مناسبة مشاركة جنود صوماليين في الحرب الإثيوبية، واصفة تلك الأخبار بأنها مجرد شائعات تنشرها المعارضة لتحقيق مكاسب سياسية. عبد الرحمن بخاري، الحدث، مقديشو. المزيد من الأخبار بانتظاركم، أعود وألقاكم بعد دقائق قليلة. هناك خطوات للنجاح، خطوات للعمل، خطوات للحوار، خطوات لكل شيء، وهنا تبدو الأمور مختلفة، حيث تتأثر حياة الناس، ونحن نسأل ونناقش، لا نتقيد بالخطوات. خارطتنا هي المعلومة، وهدفنا هو ذلك الحدث. استديو الحدث مع محمد أبو عبيد، يومياً 12 على شاشة الحدث. لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة. هل يعني بأن الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهات الرسمية؟ العراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياد الإيجابي. ترى حضرتك مو رئيس وزراء منتخب من قبل الجماهير، مع مطلب الجماهير أن حكومتك هي حكومة مؤقتة، لا تختلق مواضيع، وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها. كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة؟ هذا هو الواقع الآن، الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة. هنالك سرقة أموال الشعب، القتل، الطائفية، التبعية لدولة أجنبية. وكانت العملية الأمنية في بغداد أسفرت عن ضبط منصة
من 23 صاروخة كاتيوشا كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء. نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبنيه لأطفالنا. أخبار من الحدث. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل الملف الإيراني والتحديات الإقليمية. القادمي يعلن القضاء على ما يسمى بولي بغداد الداعشي أبو ياسر العيساوي في عملية أمنية بكركوك. نازل لموت بشرف ما لعيش بقرب. يكفي فقر، يكفي جوع، شعب اللبناني قلبه موجوع. الهدوء يعود إلى طرابلس بعد ليلة رابعة من المواجهات أحرقت مبنى البلدية والسرايا. أهلا ومرحبا بكم من جديد. بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي زيارة إلى إسرائيل، وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ماكنزي سيلتقي مع وزير الدفاع بيني غانتس صباح اليوم ومسؤولين آخرين. مصادر إسرائيلية أوضحت أن ماكنزي سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين الملف الإيراني والتحديات الإقليمية الأخرى. كما تهدف الزيارة أيضا التي تستمر ليومين اثنين لإجراء تقييم استراتيجي وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة. في الأثناء دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيره الأمريكي لويد أوستن إلى ضرورة التصدي للنشاط الإيراني، وشدد غانتس خلال اتصال هاتفي على ضرورة صياغة سياسة فعالة ضد إيران. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام بلاده بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري. إلى ذلك أيضا دعا الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى مقاربة بين كل الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد بيتر ستانو ردا على سؤال الحدث إن الاتحاد الأوروبي سعى دوما للتعاون مع الولايات المتحدة وخاصة في ظل الإدارة الجديدة من أجل حل مشاكل المنطقة. الاتحاد الأوروبي سعى ويسعى دوما للعمل والتعاون مع الولايات المتحدة خاصة مع الإدارة الحالية حول الملف الإيراني. التغير الذي تشهده الإدارة الأمريكية مهم للغاية، ونحن في حاجة لإيجاد السبيل الذي يقود إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، حيث يمثل قطعة رئيسية في هندسة أمن واستقرار المنطقة وحظر الانتشار النووي. وهناك أيضا حاجة لإيجاد سبيل يضمن تراجع إيران وتنفيذ التزاماتها بالكامل. هذه المهمة ليست سهلة وتقتضي عملا دبلوماسيا مكثفا، والوقت ليس في صالحنا. وفي الشأن العراقي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى القاضبي القضاء على من يطلق على نفسه نائب الخليفة وولي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استخباراتية نوعية. وقال القاضبي في تغريدة له على تويتر: شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل. وتأتي العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد يوم الخميس الماضي.
في مداخلة مع قناة الحدث أكد الفريق أول عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد، أكد أن التنسيق العالي المستوى بين جهازي مكافحة الإرهاب والاستخبارات أدى إلى مقتل والي داعش. هذه العملية جرت بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات، حيث حصلنا المعلومات نحن متابعيها منذ فترة، وكون هذا الوالي ما يسمى بوالي العراق وهو نائب ما يسمى بالخليفة، كان يتردد إلى هذه المنطقة بين فترة وأخرى إلى أن وردتنا المعلومات بشكل كامل بتواجده في هذه المنطقة. تمت هذه العملية ليلا بإنزال قوة مدربة من جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من طيران القوة الجوية والتحالف الدولي، وتم الإنزال والاشتباك مع هذه المجموعة وتم قتل جميع العناصر المتواجدين، وكان على رأس القتلى هو ما يعرف به والي العراق الملقب بأبو ياسر. طلب القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد مايلز كل من تركيا وروسيا بالبدء فورا في سحب قوتهما من ليبيا بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة. وقال مايلز في اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا إن الإدارة الأمريكية تطالب كل الأطراف الخارجية باحترام السيادة الليبية وإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا فورا، كما طالبت غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واحترام حظر الأسلحة. من جهتها دعت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية، مضيفة إلى أن البعثة تسعى لتحقيق المصالحة في ليبيا وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا. أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج خلال لقاء مع قناة الحدث على أن الحكومة اقترحت على الجانب الروسي فكرة إطلاق حوار مباشر مع حكومة الوفاق في طرابلس بهدف توحيد المؤسسات الليبية وتحسين أوضاع الليبيين. اقترحنا فكرة جديدة هو أن تكون هناك حوار 5+5 بين الحكومتين، الحكومة الليبية والحكومة في طرابلس، من أجل البدء والشروع في توحيد المؤسسات، لأن المواطن يئن، ولأن المواطن اليوم في وضعية سيئة وفي وضعية هشاشة، ولأن المواطن أصبح يقف في طوابير طويلة، وهذا معيب في 2021 في الألفية الثالثة. الليبيون الغنية، الدولة العائمة على بحيرة نفط، لكن الليبيون للأسف يموتون بلسعات العقارب في الجنوب الليبي، وتقطع عليهم المياه وتقطع عليهم الكهرباء لساعات طويلة، خاصة حتى في وقت التقطيع. وبالتالي علينا نحن نتحلى بالمسؤولية التاريخية، المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية، وأننا نذهب إلى سلام الشجعان ونذهب إلى حوار شامل لا نقص فيه أحد، ونذهب إلى حكومة وحدة وطنية، وأن يصار إلى انتخابات ديمقراطية تعددية بديسمبر 2021، ونحتكم لصندوق الديمقراطية بدلا من صندوق السلاح. عاد الهدوء إلى طرابلس في شمال لبنان بعد ليلة رابعة من التظاهرات الاحتجاجية، حيث شهدت أعمال عنف واشتباكات مع الأمن وأيضا حرائق طالت مبنى بلدية طرابلس. حرق مبنى البلدية الآن بالكامل، حرق مبنى البلدية الآن، البلدية كلها بتحترق من جوا. مبنى البلدية الآن بالكامل، حرك مبنى البلدية الآن، البلدية كلها عم تحترق من جوا.
في أول تعليق على أحداث طرابلس اللبنانية، قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيان إن ما حصل في مدينة طرابلس جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلدياتها واحتلال شوارعها بالفوضى. وأضاف الحريري أن الذين أقدموا على إحراق طرابلس هم مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش. ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها. وختم الحريري بيانه بالقول إن طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين ولها شعب يحميها. بدون يفوتوا على بيته لفيصل، الله أعلم هلأ شو بدون يعملوا. بيت فيصل كرومي الآن. أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالجرجاني وجهت رسالة إلى رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد إلى القصر الرئاسي بقرطاج. وأضاف الدالي في تصريح له أن الإدارة الفرعية بالجرجاني تنتظر الرد على المراسلة لإجراء الاختبارات الفنية على الظرف هذا. وكان الدالي ذكر في تصريح سابق أنه تم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني بالبحث بخصوص هذا الموضوع. أكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنها لم تتحصل حتى الآن على الظرف المشبوه ولم تقم بحجزه. بيان أضاف أن النيابة العامة لم تعلم بالحادثة إلا بعد يومين من وقوعها. كما أكد البيان أن محاولة المساس بشخص رئيس الجمهورية كأعلى سلطة اعتبارية وقانونية بالدولة تعد جناية يعاقب عليها القانون بالإعدام. هذا وقد أفادت مصادر الحدث باستقرار الحالة الصحية لمديرة الديوان الرئاسي نادي عكاشة بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد بيان للرئاسة التونسية أفاد بتدهور حالتها الصحية بعد تسلمها لظرف كان موجها للرئيس قيس سعيد. وشعرت مديرة الديوان الرئاسي بإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس عند فتحها للظرف الذي كان خاليا من أي كتابة. كما أشار بيان الرئاسة أنه لم يتم حتى الساعة تحديد طبيعة المادة التي أرسلت إلى قصر قرطاج، مؤكدا أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. بيان الرئاسة ذكر أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. في السودان قدمت قرى الحرية والتغيير 51 مرشحا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للاختيار بينهم للحكومة الجديدة. كما قدمت أطراف العملية السلمية مرشحيها للوزارات السبع، فيما أعطى حزب الأمة 4 وزارات إحداها سيادية. الرابع من فبراير موعد تشكيل الحكومة الجديدة في الخرطوم. الطريق إلى الحكومة الجديدة لازمه الكثير من التباينات في وجهات النظر بين مكونات الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير، تتركز في كيفية المشاركة ونسب التمثيل بين الكتل السياسية من جهة وشركاء السلام من جهة أخرى، أدت إلى انسحاب ممثلي القوى المدنية من اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير بسبب بعدها عن معايير الاختيار المتفق عليها مسبقا. أعتقد كانت هناك أسباب موضوعية لهذا التأثير، منها عمليات التدقيق اللازمة للوصول إلى كفاءات وجدارات يمكن أن تكون على قدر المسؤولية في الفترة القادمة، خصوصا بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت أداء الجهاز التنفيذي في الفترة الماضية. هنالك تقدم الآن، نتمنى التقدم ده أن لا يكون فقط في التوزيع السلطة ولكن في الأولويات التي تخدم الشعب وحل الأزمة الاقتصادية وإكمال السلام وإكمال أهداف الثورة وإزالة التمكين. هذه هي القضايا الرئيسية.
ارتفاع نبرة الاحتجاجات في الشارع بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وعدم حسم ملف الحكومة يضع شركاء الفترة الانتقالية أمام تحدي صعب. هنالك شلل كامل الآن انعكس على الشارع مما قاد إلى هذه التظاهرات. ليس هنالك من مخرج للخروج من هذه الأزمة سوى بتشكيل الحكومة وأن ترتقي القوى السياسية إلى تطلعات الشارع وأن تبتعد عن عملية المحاصصات والنظرة الحزبية الضيقة للحصول على أكبر قدر من الوزارات. أخيراً تضع قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام قائمة المرشحين على طاولة رئيس الوزراء ليختار منها من يراه جديراً بإعادة الأمل للشارع المحبط من الأداء الحكومي خاصة في الملفات الاقتصادية. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. أعربت أسر صومالية عن قلقها تجاه مصير أبنائها الذين أرسلوا إلى إريتريا في مهمة تدريب عسكرية بعد انتشار أنباء حول جلب هؤلاء المجندين إلى إثيوبيا للمشاركة في القتال الدائر بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيغراي. قلق بات يساور عائلات صومالية أرسلوا أبنائهم إلى إريتريا في مهمة تدريب عسكرية بعد أنباء بأن هؤلاء المجندين أقحموا في الحرب الدائرة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيغراي في شمال إثيوبيا المجاورة. شريف علمي واحد من آباء يبحثون عن مصير أبنائهم. يقول الأب المكلوم إن آخر اتصال مع ابنه كان قبل نحو عام ونصف عندما أخبره أنه في المطار ولا يعرف وجهته، مطالبا الرئيس الصومالي بالكشف عن مصير ابنه. ابني الياس مفقود منذ فترة، أريد أن أعرف أخباره، لا أعرف إن كان حيا أو ميتا. نريد من الرئيس عبدالله فرماجو أن يكشف عن مصير ابني. ولدي مفقود منذ 15 من شهر أكتوبر عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه أي خبر. وخلال الأيام الأخيرة انتشرت تقارير تحدثت عن جنود صوماليين شاركوا في الحرب الدائرة في إثيوبيا، ما دفع لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشعب الصومالي إلى إرسال خطاب للرئيس الصومالي تضرب فيه توضيح عدد الجنود الذين أرسلوا إلى إريتريا ومصيرهم. ويؤكد عبد السلام جوليد الذي شغل منصب مساعد الرئيس جهاز الاستخبارات الصومالي سابقا مشاركة قوات صومالية في الحرب هناك. أولا، هناك حقيقة جلية هي إرسال جنود صوماليين إلى إريتريا للتدريب، وعندي معلومات تشير إلى مشاركتهم في تلك الحرب ومقتل بعضهم خلال المعارك. لكن الحكومة الصومالية نفت وفي أكثر من مناسبة مشاركة جنود صوماليين في الحرب الإثيوبية، وصفة تلك الأخبار بأنها مجرد شائعات تنشرها المعارضة لتحقيق مكاسب سياسية. عبد الرحمن بخاري، الحدث، مقديشو. أعلنت شركة نوفاكس أن لقاحها ضد كوفيد 19 أظهر فعالية بنسبة 89% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وقال المدير التنفيذي للشركة أن اللقاح يمكن أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية. أما الآن فنبقى مع إعادة للمقابلة التي أجرتها قناة الحدث، التي أجرتها الزميلة تهاني الجهني مع اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق. نشكر لكم كرم المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء. من مدينة طرابلس شمال لبنان ينضم إلينا اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق. أهلا بك معنا سيد أشرف. بداية، يعني هل هي بداية حراك جديد سيشهده لبنان خصوصا بعد عدم استجابة السياسيين لمطالب حركة تشرين؟ لا شك هي مرحلة جديدة حكم هي استكمال للانتفاضة اللي بلشت 17 أكتوبر السنة الماضية. اليوم ما في ولا مجال للحل مع السلطة القائمة حاليا، وكأنه كل القائمين على الوضع السياسي عايشين بأبراج أو بكواكب أخرى، ناس بمعاناة كبرى، ناس بجوع كبير جدا. اليوم الوضع الصحي مأزوم، الوضع الاجتماعي مأزوم، الوضع النقدي مأزوم، وشعرين فعلا كأنه السلطة في مكان آخر بكوكب آخر. عشان هيك أنا بتصور حياة الانتفاضة اليوم عم تجدد حالة،
بلشت بطرابلس اللي هي دائما عاصمة الثورات في المنطقة في لبنان وستمتد إلى المناطق الأخرى، لأنه فعلا ما حدا شايف ولا أمل لحل معين مع هالمجموعة، مجموعة الفساد والانبطاح قدام المشروع الإيراني. نعم، معنى هذا الكلام سيد أشرف بأنه يرفع التهمة التي حاول البعض إلصاقها بالشارع في طرابلس، وقال بأنه يتحرك نتيجة مطالب سياسية معينة أو أطراف سياسية تحرك الشارع في طرابلس. الحركة الأساسية حركة وطنية للأمانة، حركة لتحرير لبنان، رفع القبضة الإيرانية عن لبنان وإقامة سلطة فعلا تأخذ بعين الاعتبار مصالح اللبنانيين ومصالح لبنان، وترجع تعيد إذا بدك الحراك الاقتصادي والصحي والنقدي وكل هالأمور اللي فعلا فشلت السلطة الحالية بإقامتها. بالمقابل اليوم بتأكد تماما أنه بالنهاية هذا حراك وطني، منه حراك فقط الانتفاضة للانتفاضة، في رفض للواقع القائم باعتبار فعلا هناك انعدام بأي أمل مع هالمجموعة الحاكمة اللي هي فعلا عاصت فسادا في البلد وعاصت انبطاحا دم المشروع الإيراني. طيب اليوم كان يعني المتظاهرين حاصروا منازل السياسيين في طرابلس، هل هذه الرسالة استوعبها السياسيون في لبنان وتحديدا في طرابلس بأنه نحن انتخبناكم والآن لا تمثلون مطالبنا، لا لم تحققوا مطالبنا، فبالتالي على الأقل يحاولوا أن يبادروا بأحد الحلول البسيطة حتى لو يعني كانت هناك نية للمبادرة بها؟ اليوم نحن بحاجة لإعادة تشكيل السلطة السياسية القائمة من خلال حكما إما حل مجلس النواب الحالي أو استقالة عدد أكثر من نصف عدد مجلس النواب الحقيقة. في 8 نواب بادروا سابقا وقدموا استقالاتهم. المتظاهرون يطالبون بنواب طرابلس بالاستقالة، وأنا أضم صوتي لصوت الانتفاضة لأقول لكل النواب اللي هن عنا علاقات إيجابية لحنا وياهم، نعم استقيلوا، فقدتوا الشرعية الشعبية اليوم من خلال اللي عطوكم الشرعية، عم يسحبوا شرعيتهم منكم لا حتى حضر انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تشكيل السلطة. هل ممكن أن يستمر الحراك وأيضا ينتقل إلى مدن عدة؟ يعني هو حقيقة يعني رافق في طرابلس، يعني كان هناك في الجنوب في البقاع وأيضا في العاصمة بيروت، هل ممكن أن يستمر هذا الحراك إلى على الأقل تكون ضغط من الشارع لاستقالة مجلس النواب أو استقالة عدد كبير من السياسيين، أم سيؤثر فقط على العهد الآن؟ لا شك طرابلس هي مدينة القرار السياسي، هي كل تاريخ المدينة هي مبادرة دائما للحراك لرفض أي واقع لا يتناسب مع مصالح اللبنانيين ومع هوية لبنان اللبنانية والهوية العربية كذلك الأمر، إنما من الطبيعي أنه ينتشر لمناطق تانية ويتعمم على كل الأراضي اللبنانية باعتبار أنه مش بس طرابلس عم بتعاني من هالأزمات هاي ومن هذا الواقع المرير، هناك معاناة تشمل كل اللبنانيين. إلى أي مدى السياسيين في لبنان حتى الآن لديهم السيطرة وإسكات الشارع اللبناني، خصوصا أنه حراك تشرين السابق يعني طلع هذا الحراك وكانت هناك احتجاجات ومطالب عدة وبعد ذلك اختفى، لا نشاهد حراك بل نشاهد بأنه الوضع تأزم أكثر؟ سابقا كان المجتمع اللبناني مقسوم بين 14 أذار و 8 أذار، اليوم مقسوم بين رجال الثورة وبين أعداء الثورة أو القوى المناهضة للثورة اللي هي كل القوى السياسية اللي تدور بفلك حزب الله. في مناطق جغرافية يسيطر عليها حزب الله وحلفائه، في مناطق هي خارج قبضة حزب الله وحلفائه هي مع الثورة. إذن يعني الانقسام في المجتمع اللبناني بين إما رجل مستقبلي، يعني بمعنى آخر أنه يتطلع إلى المستقبل بالمعنى التغييري وتغيير السلطة القائمة، بين عم يحاول يحافظ ويبقي لبنان ليبقى ورقة بيد المشروع الإيراني بالمفاوضات القادمة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الجديدة. ولكن حركة اليوم لم يكن فقط ضد نواب محسوبين على حزب الله، يعني كان أيضا على نواب محسوبين على تيار المستقبل. لا حقا معنا نواب حزب الله اليوم، في نواب إذا بدك يعني مش كتير 14 أذار، إنما بالنهاية الحقيقة كان مطلوب أنه كل النواب طرابلس المديني أنه أن يقدموا استقالاتهم حكما للمساهمة بإسقاط السلطة القائمة لإعادة تشكيل سلطة من جديد. الخارجية الفرنسية أيضا قالت بأن اللبنانيين لهم حق التظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة، كيف يمكن أن يترجم هذا التصريح فعليا على الحراك في الأيام المقبلة؟
نعرف تماما بالقانون وبالدستور. الحق عن التعبيرات الرافضة لأي سلطة غير أهل، ما عنده أهلية لإدارة بلاده، هو حق طبيعي. إذن سواء كانت بتظاهرة أو باحتلال ساحات أو بقطع طرقات، هي حقوق محفوظة للناس للأمانة. بالمقابل القوى الأمنية سواء جيش لبناني بن حيي هو وقياته وقوى الأمن الداخلي، مطلوب منها تعمل توفيق ما بين أنه فعلا أن تحافظ على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة وعلى على الحراك أن يبقى سلبيا، وبنفس الوقت حقيقة للأمانة أنه تسمح للمواطن أنه كذلك الأمر هي معنية بحماية حتى المتظاهرين طالما هن سلميين. طيب الآن ظهر معنا أحد النشطاء وقال بأنه ما يحدث الآن في طرابلس هو عبارة عن نكاية بين الجهات الأمنية فيما بينهم، إلى أي مدى قد يكون ذلك بالفعل صحيح؟ لا أوافق على هذا الوصف للأمانة. الناس ما بتعرف، أنا بخلفية الأمنية بقول هناك تنسيق كامل ما بين الجيش في غرف عمليات مشتركة. الحقيقة الجيش عنده غرفة عملياته، قوى الأمن الداخلي عنده غرفة عملياته، الأجهزة الأمنية عنده غرفة عملياتها، وهناك تواصل مباشر بغرفة العمليات، التنسيق قائم ولو حتى ما كان منظور للمواطن العادي. طيب كيف تفسر حتى الآن يا سيد أشرف يعني لم نسمع أي تصريح من أي مسؤول في لبنان، أي أحد من النواب لم يصدر تصريح على هذه الاحتجاجات التي حتى الآن لها 3 أيام في أوضاع مزرية من ناحية صحية، امتلاء العدد الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، وطرابلس هي من المدن المهمشة أساسا في لبنان، يعني مدينة تعاني من الفقر منذ سنوات، يعني الأمر ليس بجديد. طرابلس إجمالا بسبب موقف السياسي اللي كان رافض للوصاية السورية عوقبت، وحاليا هو كذلك الأمر، هي مدينة الموقف السياسي. كذلك الأمر هي رافضة للهيمنة الإيرانية للوصاية الإيرانية، عم تعاقب لأنه بالنهاية السلطة الحالية السياسية بيد حزب الله وتدور بفلك حزب الله. عشان هيك أنا بتصور حقيقة حكما المدينة تعاقب، وهي مدينة الموقف، مدينة الموقف الوطني المشرف اللي بتقول أنه بالنهاية لن نقبل أن نكون ولاية إيرانية وأن نصبح ندور بفلك حزب الله ويتحكم بمصيرنا حزب الله، وينقلنا من نمط حياة إلى حد ما ليبرالي حر إلى نمط حياة توتاليتاري بيشبه إيران بيشبه النظام السوري. هاي المدينة حية ما حدا فيه يخضعها، ما حدا فيه يخدها إلى خارج قناعاته وموقفه ومصالح الوطن ولبنان. يجبروها على قناعات مختلفة بعد أن يجوعوا شعبها؟ يحاولوا، نعم هناك، نعم هناك من المدرسة التوتاليتارية إجبالا لا ترحم، تحاول أن تدخل حكما على الجوع وعلى الفرص العمل وعلى المداخيل وبنفس حتى على الحريات. الكل معرف تماما أنه بسوريا وبإيران حي من يتنفس أو من يتخذ موقف معارض للسلطة يوضع في السجون. وخلي نضيف هون معادلة حياة رؤية كذلك الأمر حياة، أني أشهد في هذه الحراكات المحاولات الاختراق للانتفاضة اللي هي انتفاضة مشروعة وقانونية، هناك نعم يعني لشم رائحة المعركة الرئاسة الجمهورية بعكس ما يتصور البعض أنه هناك معركة الحكومي. أنا بشوف الحياة حكما معركة الرئاسة الجمهورية تحضر اليوم خلال محاولة اختراق الانتفاضة. شكرا جزيلا من طرابلس في شمال لبنان، كان معنا اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق، شكرا جزيلا. قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، أصبحنا الحدث.
الأخبار من الحدث. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل الملف الإيراني والتحديات الإقليمية. القاسمي يعلن القضاء على ما يسمى بولي بغداد الداعشي أبو ياسر العساوي في عملية أمنية بكركوك. نازل لموت بشرف ما لعيش بقرب، يكفي فقر يكفي جوع، شعب اللبناني قلبه موجوع. الهدوء يعود إلى طرابلس بعد ليلة رابعة من المواجهات أحرقت مبنى البلدية والسرايا. أجدد تحياتي لكم عبر قناة الحدث، فأهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة نبدأها بآخر الأخبار، حيث بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي زيارة إلى إسرائيل. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ماكنزي سيلتقي مع وزير الدفاع بني جانتس صباح اليوم مع مسؤولين أيضا آخرين. ومصادر إسرائيلية أوضحت أن ماكنزي سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين الملف الإيراني والتحديات الإقليمية الأخرى، كما تهدف الزيارة التي تستمر ليومين اثنين لإجراء تقييم استراتيجي وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة. في الأثناء دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس نظيره الأمريكي لويد أوستن إلى ضرورة التصدي للنشاط الإيراني، وشدد جانتس خلال اتصال هاتفي على ضرورة صياغة سياسة فعالة ضد إيران. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام بلاده بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاسمي القضاء على من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العساوي في عملية استخباراتية نوعية. وقال القاسمي في تغريدة له على تويتر: شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل. تأتي العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد يوم الخميس الماضي. في مداخلة مع قناة الحدث أكد الفريق أول عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أن التنسيق عال مستوى، وذلك بين جهازي مكافحة الإرهاب والاستخبارات، والذي أدى إلى مقتل والي داعش. هذه العملية جرت في تنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات، حيث حصلنا المعلومات نحن متابعيها منذ فترة. وكون هذا الوالي ما يسمى بوالي العراق وهو نائب ما يسمى بالخليفة كان يتردد إلى هذه المنطقة بين فترة وأخرى، إلى أن وردتنا المعلومات بشكل كامل بتواجده في هذه المنطقة. تمت هذه العملية ليلا بإنزال قوة مدربة من جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من طيران القوة الجوية والتحالف الدولي، وتم الإنزال والاشتباك مع هذه المجموعة وتم قتل جميع العناصر المتواجدين، وكان على رأس القتلى هو ما يعرف به والي العراق الملقب بأبو ياسر. طبعا
طلب القائم بعمل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد مايلز كلا من تركيا وروسيا بالبدء فورا في سحب قواتهما من ليبيا بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة. وقال مايلز في اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا أن الإدارة الأمريكية تطالب كل الأطراف الخارجية باحترام السيادة الليبية وإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا فورا، كما طالبت غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واحترام حظر الأسلحة. عاد الهدوء إلى طرابلس شمال لبنان بعد ليلة رابعة من التظاهرات الاحتجاجية، حيث شهدت أعمال عنف واشتباكات مع الأمن وأيضا حرائق طالت مبنى بلدية طرابلس. حرق مبنى البلدية الآن بالكامل، حرق مبنى البلدية الآن، البلدية كلها عم تحترق من جوا. حرق مبنى البلدية الآن بالكامل، حرق مبنى البلدية الآن، البلدية كلها عم تحترق من جوا. وفي أول تعليق على أحداث طرابلس اللبنانية قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيان إن ما حصل في مدينة طرابلس هو جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وأحراق مؤسساتها وبلدياتها والاحتلال شوارعها بالفوضى. وأضاف الحريري أن الذين أقدموا على أحراق طرابلس هم مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش، ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها. وختم الحريري بيانه بالقول إن طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين ولها شعب يحميها. في الشأن التونسي، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالجرجاني وجهت رسالة إلى رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد إلى القصر الرئاسي بقرطاج. وأضاف الدالي في تصريح له أن الإدارة الفرعية بالجرجاني تنتظر الرد على المراسلة لإجراء الاختبارات الفنية على الظرف. وكان الدالي ذكر في تصريح سابق إلى أنه تم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني بالبحث بخصوص هذا الموضوع. في السودان، قدمت قوى الحرية والتغيير 51 مرشحا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للاختيار بينهم للحكومة الجديدة، كما قدمت أطراف العملية السلمية مرشحيها للوزارات السبع، فيما أعطى حزب الأمة 4 وزارات إحداها سيادية. الرابع من فبراير موعد تشكيل الحكومة الجديدة في الخرطوم. الطريق إلى الحكومة الجديدة لازمه الكثير من التباينات في وجهات النظر بين مكونات الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير، تتركز في كيفية المشاركة ونسب التمثيل بين الكتل السياسية من جهة وشركاء السلام من جهة أخرى، أدت إلى انسحاب ممثلي القوى المدنية من اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير بسبب بعدها عن معايير الاختيار المتفق عليها مسبقا. أعتقد كانت هناك أسباب موضوعية لهذا التأثير، منها عمليات التدقيق اللازمة للوصول إلى كفاءات وجدارات يمكن أن تكون على قدر المسؤولية في الفترة القادمة، خصوصا بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت أداء الجهاز التنفيذي في الفترة الماضية. هنالك تقدم الآن، نتمنى التقدم ده أن لا يكون فقط في التوزيع السلطة ولكن في الأولويات التي تخدم الشعب وحل الأزمة الاقتصادية وإكمال السلام وإكمال أهداف الثورة وإزالة التمكين، هذه هي القضايا الرئيسية. ارتفاع نبرة الاحتجاجات في الشارع بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وعدم حسم ملف الحكومة يضع شركاء الفترة الانتقالية أمام تحدي صعب. هنالك شلل كامل الآن انعكس
على الشارع مما قاد إلى هذه التظاهرات. ليس هنالك من مخرج للخروج من هذه الأزمة سوى بتشكيل الحكومة وأن ترتقي القوى السياسية إلى تطلعات الشارع وأن تبتعد عن عملية المحاصصات والنظرة الحزبية الضيقة للحصول على أكبر قدر من الوزارات. أخيراً، تضع قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام قائمة المرشحين على طاولة رئيس الوزراء ليختار منها من يراه جديراً بإعادة الأمل للشارع المحبط من الأداء الحكومي، خاصة في الملفات الاقتصادية. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. أعربت أسر صومالية عن قلقها تجاه مصير أبنائها الذين أرسلوا إلى أريتريا في مهمة تدريب عسكرية بعد انتشار أنباء حول جلب هؤلاء المجندين إلى إثيوبيا للمشاركة في القتال الدائر بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيغراي. قلق بات يساور عائلات صومالية أرسل أبنائهم إلى إريتريا في مهمة تدريب عسكرية بعد أنباء بأن هؤلاء المجندين أقحموا في الحرب الدائرة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيغراي في شمال إثيوبيا المجاورة. شريف علمي واحد من آباء يبحثون عن مصير أبنائهم. يقول الأب المكلوم إن آخر اتصال مع ابنه كان قبل نحو عام ونصف عندما أخبره أنه في المطار ولا يعرف وجهته، مطالبا الرئيس الصومالي بالكشف عن مصير ابنه. ابني الياس مفقود منذ فترة، أريد أن أعرف أخباره، لا أعرف إن كان حيا أو ميتا. نريد من الرئيس عبدالله فرماجو أن يكشف عن مصير ابني. ولدي مفقود منذ 15 من شهر أكتوبر عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه أي خبر. وخلال الأيام الأخيرة انتشرت تقارير تحدثت عن جنود صوماليين شاركوا في الحرب الدائرة في إثيوبيا، ما دفع لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشعب الصومالي إلى إرسال خطاب للرئيس الصومالي تضرب فيه توضيح عدد الجنود الذين أرسلوا إلى إريتريا ومصيرهم. ويؤكد عبد السلام جوليد الذي شغل منصب مساعد الرئيس جهاز الاستخبارات الصومالي سابقا مشاركة قوات صومالية في الحرب هناك. أولا، هناك حقيقة جلية هي إرسال جنود صوماليين إلى إريتريا للتدريب، وعندي معلومات تشير إلى مشاركتهم في تلك الحرب ومقتل بعضهم خلال المعارك. لكن الحكومة الصومالية نفت وفي أكثر من مناسبة مشاركة جنود صوماليين في الحرب الإثيوبية، وصفة تلك الأخبار بأنها مجرد شائعات تنشرها المعارضة لتحقيق مكاسب سياسية. عبد الرحمن بخاري، الحدث، مقديشو. المزيد من الأخبار بانتظاركم، أعود وألقاكم بعد دقائق قليلة.